حتى ترجع الوضع مثل ما كان قبل الأزمة بالغوطة بدنا حوالي 10 سنوات، لأنه طبعاً في أشجار مثل هون عندنا بديل العصافير عمرها 300 سنة و 400 سنة و 500 أشجار زيتون تم قطع، أشجار جوز تم قطع، طبعاً حتى الأشجار المشمش اللوزيات اللي كانت مزروعة بالغوطة اللي بتشتهر فيها الغوطة بده تقريباً 5 سنوات لحتى الشجرة لحتى ترجع تكون شجرة تقدر تعطي وإنتاج بشكل كامل. من عنا